الحياة مليئة بالتغيرات العاصفة، كأنها مركب ما بترساش على بر. طوق نجاتها الوحيد هو حبها للحياة. حلا شيحة على المسرح. حياة حلا شيحة مسرحية مليانة تقلبات درامية؟ حياتي وحياتي يمكن كل الناس، احنا كلنا في حياتنا في تقلبات، يعني ممكن من واحنا صغيرين لحد ما بنكبر لحد ما بنموت. اعتقد ان حياتنا بيبقى فيها تقلبات كلنا. حياتك انت؟ حياتي كان فيها تقلبات اكيد اكيد، يعني الناس كلها عارفة. كان في تقلبات طبعا اكيد. مسرحيتك اسمها ايه؟ تسميها ايه؟ تديها ايه عنوان؟ لو هنسميها مسرحية نسميها إيه؟ أو رواية؟ ممكن أسميها The Journey، الرحلة؟ أو اسم حلو. أو الفصل الأول من روايتك اتولدتي الأب فنان تشكيلي، وتربيتي بشكل فيه تحرر وبعض الليبرالية، وتولدتي في العجمي الشكل ده من الحياة والشكل ده من التربية كان من الحاجات اللي مخلياكي سعيدة، ولا كنتي تتمني تتربي بشكل تاني وتعيشي بشكل مختلف؟ لا، أكتر حاجة بحبها في حياتي المرحلة دي من حياتي العجمي. إحنا الأربعة يعني، بس حتى لما بزعل أو بتضايق أو بسرح أو ببقى بفكر في أي حاجة وغمض عيني كده خمس دقايق، دايماً بروح للعجمي، بروح للبحر وبروح لبيتنا هناك والوقت وإحنا صغيرين. أنا بحب المرحلة دي قوي من حياتي. ده الوقت اللي كنت فيه رايقة وصافية وهادية، ما بتفكريش في حاجة، ما بتشغلكيش حاجة. مرة قلتي إنه والدك ما كانش بيعاقبك، عمرك ما تعاقبتي؟ عمري إلا مرة واحدة. ممكن أحكيها لكم؟ أيوة. عايزة؟ أيوة. بصي، أنا أبويا حنين جداً، والطيبة والاستيعاب والتفاهم كده، بس أنا جيت في مرة كنا في العجمي، يعني وإحنا عايشين في العجمي، عملت حاجة واحدة بس. كنا عايزين نخرج قوي كلنا، وبعدين مش عايزنا نروح في حتة معينة، واحنا الأربعة عملنا اتفاق ان احنا هنروح ومش هنقول، بس هنرجع بدري. فهو احنا اتأخرنا طبعا، لما رجعنا سألني أول حاجة انتوا كنتوا فين؟ قلنا له كنا في هنا جنبنا يعني مش عارف ايه. قال لي لأ، أنا عارف ان انتوا كنتوا في المكان ده. فسكت طبعا. هنونة أول واحدة جريت، احنا زقناها عليها عشان هي كانت دايما القوية بتاعتنا يعني، بس حرام في الاخر زعق معي. انا خدت قلم، المره الوحيده في حياتي اللي هو مد ايده عليا وضربني قلم، مره بس، غير كده يعني الحمد لله. بس انا ليه ما انساهاش؟ لانه كان الحاجه الوحيده اللي هي كانت مضايقاه الكذب. وانا بطبعي فعلا كبرت وانا ما بحبش اكذب، يعني انا اللي حاساه بقوله واللي حاساه بعمله، ما عنديش الحته ما اعرفش اكذب. يعني انت لو جيتي قلتي لي حاجه معينه وانا المفروض اداري، مش هعرف، هيبان على وشي على طول ان انا هكذب. فما ده راجع للشكل اللي تربيتي بيه وانت صغيره. ايوه، احنا ما فيش حد عندنا كان، احنا كنا يعني بسطة مع بعض وبنحب بعض كلنا وطبيعيين، مفيش حد بيخبي على حد حاجه، وما اتعلمناش قوي الحته دي. حبيتي ان انت تربيتي بالشكل ده، ولا كنت تتمني شويه يبقى في شويه شده او شويه عقاب او شويه لا محاذير محطوطه يحسسوكي بالاهتمام اكتر من هو الأرض. لو كانت دي موجوده كنا احنا عايزين العكس برضه. انت عارفه دايما ده صح. والله يعني انت عندك ده قوي تبقى عايزه الناحيه دي، وعندك دي قوي عايزه الناحيه دي. أنا أحياناً بحس إن الحب كفاية، يكفي إن الولاد يسمعوا الكلام، الحب والاحتواء يكفي. لأن أنت لو حسيتي إن أمك وأبوكي بيحبوكي حب بجد وخايفين عليكي، مش هتبقي عايزة تغلطي، مش هتبقي عايزة تعملي حاجة مش تمام، هتبقي بالعكس حباً ليهم. لكن لو أنت طول الوقت في جلد، هتبقي على طول عايزة تهربي وعايزة، فاهمة الحتة دي؟ فأنا لا، الحمد لله. أنا شديدة مع أولادك يا حلا ولا؟ نفسي كنت بقى مش شديده خالص. انا برضو عندي حته الاحتواء ونتكلم وكده، ممكن اتعصب يعني، ممكن اقول كلمه كده او اشد، بس مش قوي، مش بعرف ابقى. حتى لما اعمل ده ولادي بيضحكوا عليا، مامي بس بقى انت سيريس قوي، مش مصدقيني، مش مصدقيني خالص خالص. عمرك ما لجأتي معاهم للعنف؟ لا لا عمري، لا لا
اقصى حاجه عملتها مره يعني جريت وراهم هما بيجروا، هنا وهنا بنتي الكبيره وخديجه الثانيه كانوا بيلعبوا بس اشقياء قوي وهم صغيرين، وانا حامل في احمد فخلاص مش قادره يعني، هما دوشه وانا دوشه عندي جوه، فجريت وراهم. عمري ما هنسى اليوم ده برضه في حياتي، في لحد الصالون جوه وانا بجري جري، نط ورا الكنبه، نطيت وراهم ورا الكنبه، جبتهم الاثنين من ايديهم كده وخبطتهم في بعض. دي المره الوحيده، لكن غير كده عمري ما. امتى حسيتي انه نمط حياتك ضد اللي انت عايزاه وعايزه تنقلي حياتك من نمط لنمط تاني؟ اول مره خالص. اول مره خالص عادي ممكن اقول اول مره خالص حسيت كده قبل ما اتحجب. قبل ما تتحجبي اول مره خالص؟ قبل ما اتحجب اول مره خالص، لان انا حياتي احنا اتربينا بنحب ربنا وكده، بس ما تربناش ان في حاجات مثلا صح وغلط قوي في حاجات معينه ما اعرفهاش. فلما ابتديت شويه اسمع حاجات عن الدين وكده، فقلت الله ايه ده، حلو الواحد ما يعملش كده، وحلو الواحد يعمل كده، وانا عايزه اصلي وعايزه. فالحاجات دي دي كانت من اول المرات اللي انا حسيت ان انا عايزه اغير شويه حاجات عشان تبقى للاحلى او للاقرب يعني لربنا. قلتي قبل كده انه والدتك كانت بتتقرب لربنا من خلال الطبيعه ومن خلال. ايوه صح، انا مامي بتحب الزرع جدا طول عمرها، فكان دايما تقول لنا بصوا ربنا، لما انتوا عارفين ربنا السماء الحلوه دي ربنا اللي خلقها، عارفين الزرعه الحلوه دي ربنا هو اللي خلقها. فكان دايما تربط الطبيعه والحاجات دي بربنا، فاحنا كان عندنا حب ربنا من واحنا صغيرين، عارفين ان ده ربنا يعني. هي كانت بتتقرب من خلال الطبيعه. انت كنت شايفه التقرب ازاي؟ يعني انا اعتقد ان انت مثلا كنت بتشوفي ان الحجاب خطوه اقرب صح لربنا، وانه خلعه خطوه ابعد عن ربنا. لا انا هحكي لك الاول من وانا صغيره بقى. انا مامتي زرعت ده جوانا، بس انا كنت طول عمري من وانا صغيره كنت بسرح كتير قوي، وكان عندي الحته دي زيها ان انا اقعد اتامل مع السماء ومع يا رب انا عارفه ان انت موجود وكده، بس انت فين يعني؟ عارفه طبيعي كل الاطفال برج الحوت كمان. برج الحوت ايوه، خيالي وكده، حالمه جدا وكده. فانا كانت عندي الحته دي اصلا من وانا صغيره قوي، ولما كبرت الحجاب طبعا انا شايفه انه الحجاب يعني هو صح، بس انا مش قادره يعني، انا مش قادره، ممكن اكون الغلط ده عندي بس انا مش قادره فاهمه. انما هل هو حاجه حلوه؟ في احنا في كتير من في مجتمعنا المصريه والعربيه بيلبسوا الحجاب، الحجاب جزء من المجتمع، وهو ما ينفعش نيجي نقول ان هو لا من غير كده صح ولا من غير كده صح يعني. انا شايفه ان كل واحد له مطلق الحريه ان هو يعمل اللي هو حاسه، ودي حاجه بالذات الحجاب ما يجيش غير لما انت بجد تكوني دي خطوه انت حساها من قلبك عشان تقدري تعمليها بصدق يعني. بس انت فعلا بتحسيه زي ما بوصف لك كده، كنت في الوقت ده بتحسيه واضح كمان انه ما زال لحد دلوقتي بتحسيه خطوه اقرب لربنا. هي روحيا احيانا بتبقى اقرب، لانك بتحس ان انت جوه الحاله دي كلها. واحيانا تانية بيبقى ايه كان بتحسي بايه؟ لا مش هو ده. بحس ان انا ده. لا احيانا تانية يعني حسيت ان انا في الفتره الاخيره قبل ما ارجع تاني واشتغل، حسيت ان انا حابه اشتغل وحابه ابقى متواجده وحابه، وحاسه ان ده ما يمنعش ده يعني حبك لربنا، انك تبقي قريبه من ربنا، دي اجمل حاجه في الدنيا. مش هو ده لوحده اللي هيخليكي اقرب. انت ربنا معاكي طول الوقت، وانت مع ربنا طول الوقت لو انت عايزه. سواء بالحجاب او من غير حجاب. يعني دي اجمل حاجه، بس هي الفكره ان لازم تكوني انت حاسه حاجه من جوه. وانا مش حاسه دلوقتي، ممكن باحسن حاجه، لكن حب ربنا هو هو. احساسي الداخلي تعلقي فيه هو هو. انت وصلتي لده مع الوقت يعني لما رحتي ورجعتي اكتر من مره؟ ممكن بس نفسي اعلق على اكتر من مره دي بليز، ينفع؟ طبعا. الناس كلها بتقول راحت ورجعت، انت رحتي ورجعتي ألف مره او رحتي رجعتي اكتر من مره. انا ما رحتش ورجعت اكتر من مره من الحاجه ده، هي مره. انا رحت 12 سنه بعد كده رجعت، بعد كده في النص كده انا كنت لسه راجعه بقى لي سنه. طبيعي جدا جدا لما تحس ان في حاجه هتقربك من حته انت كنت فيها 12 سنه هتقولي خلاص انا خليني في الحته دي السيف سايد يعني الحته الامان يعني. فرجعت في الحته الامان دي تخيلا مني او ظنا مني في الوقت ده ان ده احسن حاجه. وكلنا على فكره بيجي لنا اللحظات دي في حياتنا. تبقي انت فاكره ان هي دي احسن حاجه، صح ولا لا؟ صح طبعا. وشايفه قوي، ومهما حد يحاول يقنعك او يقول لك اي حاجه ثانيه تقولي لا انا شايفه ان هو ده دلوقتي الصح. تجربتك كمان. تجربتي. لان احنا في الاخر بصي احنا بشر في الاخر، احنا بني ادمين.
الإنسان ما ينفعش يبقى على وتيرة واحدة، يعني طبعًا. لو إنسان واحد طول العمر لحد ما يموت هو نفس الشخص طول الوقت، في حاجة غلط، مش هنتطور، مش هنتطور إلا بالشكل ده. ولازم تمر بالتجارب، الحياة كلها تجارب، لازم تمر بأبس أند داونز. وإنتي رايحة وجاية، يعني أنا دايماً كنت بحس إن إنتي بتدوري على شيء، وإنتي رايحة أيوه. بتدوري على شيء أيوه. وإنتي راجعة لقيتي شيء بس مش الشيء اللي إنتي قصدك عليه، أوكي. فرجع تاني بتدوري على نفس الشيء، يعني كنت بحس مشوارك رايح جاي في حاجة بتدوري عليها. صعب أوي السؤال ده، صعب وحلو، ما فكرتش عمري فيه. تخيلي أن فكرة أنا بدور على حاجة. كنتي بتدوري على إيه؟ لا وأنا رايحة كنت أكيد مبسوطة لأن رايحة لحاجة روحانية قوي، سبت علشانها كل حاجة. خلي بالك أنا لما روحت الوقت ده بعدت الحجاب واتجوزت وكده، اللي أنا حسيت وقتها كانت حاجة روحانية جداً، ملهاش علاقة حتى، أنا مفيش حد قاعد معايا قال لي اتحجبي ولا شيوخ ولا الكلام ده، أنا روحت عشان حسيت بحاجة من جوه، حسيت إن في حاجة ملت روحي أنا، فاهمة؟ فسبت كل حاجة تانية، فكرتش إني لازم أبقى هنا، حسيت إن أنا لا يا رب أنا عايزة أجيلك بكل إحساسي ده، ورحت 12 سنة. فأنا يعني عشت الحالة دي كلها. في 12 سنة دي يا حلا حصل النقاب. الجمهور قاعد جمهور يعني بصي مركز جدا 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 مركزين جدا. اوكي حصل النقاب. النقاب عكس تماما أيوه. طبيعه التربيه اللي تربيتيها والحياه اللي عشتيها. هو انا خلي بالك انا بالنسبه لاهلي القصه دي كانت كلها على بعضها. ايوه لاحظت مش فاهمين. بصي انت عارفه ان انا اغلب الحاجات اللي حصلت معايا كانت بسبب بصراحة يعني ويا ريت الناس تصدقني ودي كانت حاجة من قلبي فعلا. أنا شفت رؤى كتير رؤى كتير وكانت في المرحلة دي ولما موضوع النقاب ده كان ده اكشلي وأنا في لما كنت في العمرة أول عمرة أعملها ده بعد حاجة. ده في زمان قوي لما كان عندي 23 سنة كنت كل ده عايزة أقول لكم أنا عندي 23 سنة يعني الوقت ده. فحسيت ايه ده انا اصلا ما كنتش عارف حاجه عن ولا النقاب ولا الحجاب ولا ده ولا كان في بالي القصه دي كلها. الرؤى اللي انا شفتها هي اللي خلتني احس الحاجات دي. ايه الرؤى اللي كانت بتجيلك؟ يعني ممكن اقول لك بس يعني لا قولي بالعكس قولي. لا يعني مع يعني شفت حاجات كتيره منها بلاش يعني الحاجات دي قوي دلوقتي. كنتي حابه النقاب؟ جدا. ما كنتيش محبوسه وراه؟ لا ما كانش كتير عملته بقناعه يعني عملته ومش مؤمنه انه فرض. كنت مؤمنه انه فرض، عارفه ان هو حاجه تطوعيه بس انا كنت حابه الاحساس وقتها. انا كنت صغيره خلي بالك برضو وقتها بس كنت حاسه ان هو بيخليك تحس انت كده لوحدك كده يعني مش مع ربنا كده لوحدك. الاحساس كان عامل ازاي؟ لا الاحساس كان حلو بالنسبه لي في المرحله كنت بتحسي انك وارجو ان الناس تحترم احساسي. طبعا وارجو ان الجمهور يفهم احساسي وارجو ان النقاد تفهم الإحساس. أنا مش عايزة الناس دايماً تاخد الحاجات بعناوين رنانة كده وحاجات بيطلعوه ويتكلموا عن الحاجات دي بطريقة لأ. إحنا في الآخر خلي بالك الست مشاعرها غير الراجل وإحنا متقلمين فعلاً في مشاعرنا. الستات إيموشنال، الستات بيمروا بحاجات جواهم ليهم رحلتهم الخاصة غير الرجالة خالص حقيقي. وطبعتنا طبعتنا إحنا على مدار 28 يوم بتتغير. بتتغير أصلاً زي كل التاني. بالزبط ما فيش يوم شعورك زي التاني. يس انت وصلتي لمرحله من كتر ما حبيتي المنطقه دي انك في وقت بقيتي داعيه. ايوه ما انا عمري كنت داعيه على فكره برضه. انا عارفه ان انت بتقولي ده عشان يمكن انت تكوني فاكره كده بس انا عمري ما كنت داعيه في حياتي. لا وفي ناس قالوا ختمت القران وكده انا ما ختمتش. في ناس كتير بتطلع بتقول ان هم ان انت كنت سبب في هدايتهم. في بعض الناس يعني ألهمت من الحته دي ان الله ما شاء الله دي زي كانت هي فنانه وقدرت تلبس الحجاب مع ان انا شايفه ان ده ما يتناقضش مع ده. ده انت عملتي فيلم بالفعل وانت محجبه. ايوه مثلتي وانت طبعًا. محجبه طبعا انا شايفه ان ده ما فيهوش حاجه بس هي الناس هي اللي بتحس يعني ده الاحساس ده جال لبعض الناس بعض البنات وكده الله هي ازاي قدرت تعمل ده. الاحساس ده بدا من والدك لانه فعلا صعب ازاي تكوني فنانه مشهوره وعندك كل ده وازاي تقدري انك تسيبي كل ده عشان تتحجبي مثلا. فهي بتبقى شويه كده لكن انا شايفه ان في الاخر لا ده ضد ده ولا ده ضد ده واحنا الاثنين واحد في مجتمع واحد في حياه واحده لا نتجزا ابدا. ولا احنا الاثنين حلا وحلا حلا وحلا حلا وحلا احنا الاثنين واحد أيوه. حلا وحلا واحد ايوه. عملتي مره لايف كوتشنج سيشن اونلاين؟ يا خبرك ابيض شفتيها دي. انا عايز اقول لك احكي لك القصه بتاعت انت عارفه ان انا ما كنتش هخش اللايف ده. انا متابعه البيج دي بتاعت انا ناسي اسمه دلوقتي بس
انا ما كنتش عارفه انهم عاملين لايف. انا دخلت افتكرت ان انا هشوف اللايف بس انا مش هبقى معاه عشان انا مش شاطره في السوشيال ميديا بصراحه. ففتحت لقيت نفسي على الهوا. وانا في المرحله دي اساسا انا كنت في كندا، كنتش لسه رجعت مصر قبل ما ارجع واشتغل تاني وكده، بس كنت في المرحله صعبه بالنسبه لي. لان انا كنت في مفترق طرق، انا كنت حاسه ان انا هعمل ايه يعني. انا اوريدي جت فتره حصل لخبطه جواز وطلاق ومش عارفه ايه، وبعدين لقيت نفسي طب انا هرجع، انا عاوزه اشتغل. انا ما كنتش عايزه اصلا امشي، كنت عايزه اسيب شغلي، ولقيت نفسي ان انا في حته كده ان انا هعمل ايه. وكان صعب جدا عليا، كانت مرحله صعبه جدا عليا. انت اوريدي عندك اللي مكفيكي جوه يور جوينج ثرو يور اون باتل، انا بسميها كده. انت أيه؟ في الحرب الشخصيه بتاعتك انت، انك تقدري تقفي على رجلك. انا ست زي كل الستات، عايزه اقف على رجليا، عايزه ابقى ليا كيان، عايزه ابقى عندي ولادي، عندي 4 اولاد عايزه احافظ عليهم، عايزه اعمل حاجه ليا وليهم. مش سهل، مش سهل على اي ست انها تقدر تاخد خطوات في حياتها بتبقى مصيريه. فانت بتاخدي وقت طويل والناس بتفتكر ان انت رايحه كده وكده، لا انا خدت وقت طويل جدا عشان اقدر اعمل الستاب دي. اخدت من وقتي، اخدت من روحي، اخدت من نفسي عشان اقول لا انا ست قويه، انا هقف وهبقى جدعه وهعمل الحاجه الصح عشاني وعشان اولادي. بيحسب ليكي دايما الصدق يا حلا. ايوه يعني الصدق في النيه وفي الموقف طبعا. يعني هي فعلا قوه ان انت لما بتغيري رايك في حاجه بترجعي عنه وبتعملي اللي انت عايزاه. صح. مهما كان حجم الهجوم بتدوسي بالزبط. في اللي انت عايزاه وبتعملي اللي انت عايزاه. لان في الاخر يعني انا مش بقدر، لازم اعمل اللي انا حاساه. احيانا بنخطئ، مفيش حد كتير كمان، مش لازم. احيانا بس وده لازم. صحيح. ده لازم، لان انت هتتعلمي طبعا. واحده يعني انك تتعلمي ده مش ببلاش. لما قال لك ميديتيت اند براي عيطتي. عيطتي جامد قوي. انا كنت محتاجه الاحساس ده، كنت محتاجه حد يبقى قدامي ويطلع مني اللي جوه. انا عايزه اقول لك انا اصلا لما قفلت قعدت فضلت اعيط ساعه. انكسبكتد، انا لقيت نفسي على الهوا اكسبوزد لدرجه لقيت ناس من عندي على البيج. انا ما كنتش فاهمه بقى ان ده كله بيتفتح والناس كلها بتدخل. اكتشفت ان انا كنت على الهوا قوي يعني. ما كانش قصدي. بصي انا برضو اي بليف قوي ان مش عيب ان انت احيانا تبقي بيت، مش عايزه اقولها بالعربي، الفولنبيليتي، انا مش عارفه بالعربي اسمها ايه. ان انت تبقي احيانا مش وحش ان انت تطلعي حته من الحته الحقيقيه اللي جواكي. انا بحب ابقى هو ده، انا ده مش هعرف اغيره يعني. مش هعرف احط ماسكس، انا مش بعرف، انا اعمل انا حاساه. وشايفه ان مش عيب انك تعملي انت حاساه. لا مش عيب. غلطي ورجعي، غلطي ورجعي واظبطي. هو عكس السائد، وده مش معناه انه عيب، معناه انك صادقه زي ما انت قلتي بالظبط. حلو تكوني صح. بعدين في حاجة تانية عايزة أقولها لك كمان، فكرة إن أنت قدرة التغيير صعبة عند ناس كتير. يعني ممكن تلاقي حد عايش سنين نفسه يغير مش قادر، مع إنه تعبان ومش قادر، وتلاقي بقى ست متجوزة أو راجل أو وات إيفر حياتهم فيها صعوبة جامد قوي وسنين بس مش قادر يغير. بيخاف يخرج، بيخاف من يخرج اللي هو من عايزه للمجهول. بالظبط. صعب جدا تعمليه، بس أحيانا أحيانا الحياة بتضطرك إنك تعمليه. الحياة مش بس أنت، حياتك أو ظروف حياتك احيانا بتضطرك انك تخرجي عن المألوف للمجهول. عادة بقول لضيوفي، بسأل ضيوفي عن أقنعة بيلبسوها. انت هسألك بالعكس، انت ما بتاخديش قناع تخبي بيه وشك ولا تخبي بيه احاسيسك؟ لا للأسف. ولا تدعي بيه شيء، لكن في أقنعة بتلبسك غصب عنك. ممكن لو انا في مكان مثلا في ناس مش مريحاني او كده هتلاقيني شويه صامت بتاع، لكن ما عنديش قوي نفسي، ما عندي شويه. بقول لك انا فعلا ما عنديش. ممكن اختيارات معينه في حياتك مثلا لو هي حاجه مدتها قصيره كده ومؤقته تبقى هو شعور لبسك دلوقتي بشكل مؤقت وراح لحاله. يعني مش عارفه، لا انا مش كده اصلا، لو حاسه حاجه اعملها. مونولوج التحول في حياه حلا. في لحظه كده في حياه كل انسان بتيجي موقف معين، شعور معين بيعدي بيه، ف فجأة رد فعلك على الأشياء بيختلف، بتشوفي كل حاجة بشكل مختلف وبتتغير كل حياتك طبعًا. بعدها ده أكيد بتبقي تحولتي من الشخص ده للشخص ده. فاكرة الموقف ده في حياتك؟ لما اتضايق، لما لو اتعصبت، لو اتضايقت من الموقف قوي أو كنت شايفة حاجة معينة بطريقة معينة، أو شايفة أنا أصلي مشكلتي إن أنا لما بحس حاجة قوي وبشوفها، بشوفها يعني أنا بصدق قوي
فصدقها قوي الحاجة دي. وبعدين مع الوقت اكتشف ان الحاجة اللي كنت مصدقاها قوي دي تطلع يعني كذبة كبيرة، لعبة كبيرة يعني. في بيحصل، حصل معايا قبل كده طبعا. أولاً الصدمة بتبقى داخلية الأول طبعاً، بعدين غصباً عني طبعاً رد فعلي خلاص بقفل تماماً. إيه اللحظة اللي في حياة حلا وهي صغيرة مثلاً تحولت مثلاً من البراءة للقوة شوية، أو من أن أنا عايشة وبفكر وشايفة الحياة بطريقة معينة ودلوقتي حالاً بعد صدمة أو موقف ما قررت أن أشوف الحياة بطريقة تانية؟ تانية مشكلة ما حصليش ولا أي حاجة كده يعني وأنا صغيرة. ده من كم سنة يعني، من الفترات اللي فاتت دي، قريب مش من زمان قوي، قريب. هي التجربة ككل غيرت في أي حاجة. أنا حسيت إن لازم أبقى أقوى، ولازم بقى أبتدي أركز أنا بقى مع حلا مش مع أي حاجة في تانية. في لحظة وقفتيها كده مع حلا؟ آه يس. قلت لها تعالي؟ قلت لها واحد اتنين تلاتة؟ في كندا قبل ما أرجع مصر المرة الأخيرة دي خدت قرار إن أنا قاعدة طول الوقت خدت بالي إني بفكر في اللي حواليا أكتر ما بفكر في فيا. مش عشان أنانية، لا، إن أنا براعي قوي مشاعر قوي بزيادة، براعي، فاهمة؟ اكتشفت إن أنا قلت لنفسي تعالي هنا اقعدي، كفاية كفاية بقى، كفاية اللي أنت بتعمليه. عشان أنا كنت تعبانة من كنت بتقعدي تفكري في ده وفي ده وفي ده ومشاعر دي ومشاعر ده، وبتنسي نفسك، عايزة ترضي كل الأطراف، وبتنسي نفسك، بتنسي ترضي نفسك. أنا نفسي، لا، نسيت إن أنا تعبانة، أنا نفسي أطلع من التعب اللي أنا فيه. فاكتشفت إن أنا أول حد لازم أنقذه أنا الأول، أنا، وبعدين أعرف أشيل معي أي شيلة تانية، فاهمة؟ فده اللي حصل لي. وفعلاً أنا عمري ما هنسى اللحظة دي، لأن كانت لحظة فاصلة في حياتي. الناس عمرها ما هتقف جنبك كما يجب، ومش هتساعدك بنفس يعني مش هيقولوا لك كلام كتير، ناس كتير هقف معاكي وساعدك، مفيش كلام ده، مفيش حاجة اسمها كده. ولو عملوا ده تبقى بمقدار قليل. فلا، ما تديش قوي، ما تصدقيش قوي، ما تحس بزيادة قوي. خلي دايما في حتة ان لا، انا اعمل حاجتي لنفسي، وانا اقوم بنفسي، وانا اقف على رجلي لنفسي، لان هو ده الصح. انا وفهمت الحتة دي في المرحلة دي، قعدت القعدة اللي انت بتتكلم فيها دي بالظبط، دي مش هنساها في حياتي يعني، دي كانت فيصل في حياتي. قلت تعالي هنا، انت هتروحي لفين؟ اقفي واعملي كذا وبطلي وخبطي، فكري فكري انت هتعملي ايه دلوقتي، حبي نفسك انت دلوقتي. بدات تدي حلا، بدات ادي حلا، بدأت تبقي حالة تخلي حالة الأول. فحالة ارتاحت بالظبط. من فصل البداية لفصل الصراعات مع حالة شيحة. في المسرحيات دايماً البطل بيعدي بصراعات، صراعات مع الأقدار، صراعات مع الناس ومع المحيط بتاعه، صراعات مع نفسه. مع حلا هبدأ بصراعاتك مع نفسك اللي أدت لصراعات مع آخرين. شفتلك لقاء مع الإعلامي محمود سعد وانت صغيرة. قلتي فيه أنا مش ممكن أتجوز حد يقولي بطلي فن وعودي في البيت، إحنا مش في القرن 19. صح. واتجوزتي حد وبطلتي فن وقعدتي في البيت ورحتي القرن 19. كل ده مرة واحدة. بس أنا لما قلت التصريح ده كان عندي 20 سنة. لما اتجوزت كان بعدها 6-7 سنين تقريبا. أنا اتجوزت وأنا عندي 27 سنة. فطبيعي يعني، أنت عارفة في سن الصغير ده بتبقيش عايزة تتجوزي خالص يعني. أنا ولادي دلوقتي بيقولوا لي كده، مامي إحنا وي نيفر ماري وبتاع، بس مش عايزين يتجوزوا أبدا. بس قلت لهم استنى شوية، أنتوا أول ما تخشوا في العشرين كلكم هتبقى عايزين تتجوزوا. بس انت، انا قصدي ان انت كانت دي نظرتك للاشياء. ما كنتش في دماغي ان انا ممكن يعني اتجوز ابدا. كنت واضح في كلامك ان انت مقتنعه. مقتنعه جدا مش هتجوز واحد يقول لي بطلي فن وقعدي في طبعًا البيت. لا يمكن خالص. بطلتي فن وقعدتي في البيت وقعدتي فتره طويله قوي. كام سنه؟ 13 12 سنه 12 11 سنه اكشلي 11 12 11 سنه. وكنتي ست بيت، وكنتي بتعملي كل الحاجات اللي بتعملها ست البيت طبعا لوحدي كمان. كنت بعمل كل حاجه. ايه اللي حصل في قبل ولا في بعد ولا يعني؟ لا يعني ازاي كنت مقتنعه بده وبتقوليه لما قربت، وازاي عملتي عكسه تماما؟ لا انا لما هقول لك طبعا. اولا لما كنت اصغر طبيعي بعد 6-7 سنين انت بتتغيري وبتبقي شايفه الحاجات بطريقه مختلفه. وكنت 27 سنه ده بديت احس الفتره بقى، عايزه اتجوز، عايزه اخلف، عايزه يبقى عندي ولاد، عايزه يبقى عندي حياه اسريه. وانا بطبعي شخص بحب الاسره يعني، بحب فكره العيله،
ونتجمع مع بعض زي ما اتربيت يعني، فاهمه؟ ففي المرحله دي انا كنت حاسه ان انا عايزه اتجوز وعايزه استقر ويبقى عندي حياتي، لان انا خلي بالك برضو ان انا بشتغل من عندي 18 سنه، وتحت الاضواء وشهره وبدري فطبيعي انك تبقي عايشه في الحياه دي الصخب ده كتير، بتيجي في مرحله بتحس ان ايه ده بقى، انا عايزه بقى اتجوز واحس ان انا شويه في حتتي لوحدي يعني، انا مش طبعا حد مش يعني ما عنديش الوقت اللي انا اقعد بقى ادي للناس، انا عايزه ادي الوقت ده لحاجه بقى فيري بريشس. كان في حاجه وقتها بتزعجك في الصخب والاضواء؟ كنت ما بحبش كتير في المرحله دي الاضواء الكتير يعني، انا كنت بميل اكتر بنبص لما اروح مثلا خلص تصوير واروح بتبقى الله انا هقعد ارتاح دلوقتي، وانت بتدوري في رحلتك على الحاجات اللي عايزه توصلي لها. الصراع وانت بتدوري كان احيانا بينعكس على اللي حواليكي، يعني مثلا لما اتحجبتي ورجعتي مثلا قلتي الشيطان وعدم وجود اصدقاء صالحين هم اللي خلوني ارجع للتمثيل. ايه ده؟ انا ما قلتش الكلام ده خالص. قلتي ده؟ لا قلتي عمري ما قلت، لان انا عمري لا ما في تصريحات كتيره اتقالت عني أيوة لساني أيوة. بالهبل. انا اصلا كنت بقعد اضحك على التصريحات دي، انا عمري ما قلت كده، لا 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 مفيش حاجه اسمها كده اصلا. الفن او الفن في جزء في حاجات كتيره حلوه تقدري تقدميها بصوره جميله وتوصل للناس وتوصل لهم مشاعر حلوه كمان، ده مش يعني ده مش حاجه وحشه يعني، دي حاجه حلوه. والدين كمان حلو انك تكوني، انا ما بحبش الكلمه دي كلمه الدين، الدين طبعا، لكن تكوني قريبه وتكوني حابه ربنا وتكوني عندك صله اسمها الصله الروحيه بينك وبين ربنا كمان حاجه حلوه. فده ما يمنعش ده بالنسبه لي، وعمري ما قلت لا التصريح ده. في لحظه حسيتي انه الفن حرام او حد حرم لك الفن وصدقتي وحسيتي ده؟ انا بصي انا عمري ما قلت الفن حرام. وبصراحه بزعل من انا الناس. بقول حسيتي ما انا عارفه. لا انا بزعل من الناس اللي قالوا عن لساني ان انا دي حرمت الفن وانت ايه اللي رجعك، ما انتيش حرمتي. بس سميتي الاعتزال توبه، ولا عمري قلت توبه دي وقت البوست بتاع تامر حسني. لا ما انا ما كتبتش، انا نفسي ما كتبتش انا توبت. انا الكلمه دي انا عندي التصريح لحد دلوقتي. هم غالبا اخدوها من اللقطه بتاعه تامر لما انا قلت ان في البوست ده ان تامر حسني انت زمان قلت انا مش عايزه اموت على خشبه المسرح او تقريبا يعني ده اللي وصل، لكن انا يعني الكلام ده التصريحات دي انا ما قلتهاش. هي الناس اللي قالتها او الاعلام، بعض من الناس في الاعلام اللي قالوها. انا بقول لك ساعات الناس بتسيب المعنى اللي خاص، يعني انا كان في الوقت ده كان كنت بتكلم عن حاجه معينه تخص شيء معين، هم اخدوها وعمموها على كل حاجه. اول مره اتحجبتي كان في وقت فيه فنانات كتير بيتحجبوا وبيعتزلوا وبيقولوا كذا، في الوقت ده طلع كلام انه في تمويل وانه ده انتصار لتيار ديني معين وكذا. ولا بصي ولا في كده ولا فيما كده ولا بعد في اي حاجه. فيما بعد بقى التيار السلفي بياخد انسحابك وارتدائك الحجاب انتصار ليهم، وبياخدوا رجوعك هزيمه، فبالتالي ده كمان عمل جدل وبلبلة كتير حواليكي. بصي أنا الموضوع ده كله على بعضه ليه مش عايزة أتكلم فيه قوي؟ لأن مش عارفة أقوله أشرح فيه إيه، لأن هو عليه بلبلة. لا أنا لا أنا زي ما أنت حساه وزي ما أنت لا أنا لا يعنيني هذا الشيء. أنا كل اللي يعنيني من القصة دي كلها الحتة الروحية اللي أنا حسيتها جوايا. طب نرجع لسؤالي، عمرك حسيتي انت من جواكي انه الفن حرام؟ لا طبعا. بصي انا ممكن اقول في حاجات لا يصح ان هي تبقى موجوده، لا يصح ما بلاش يعني، مش لازم حاجات معينه، مش لازم الاحضان الكتيره ومش لازم، انما انا مؤمنه بده، لكن في نفس الوقت انا ما اقدرش احرم حاجه. مش مؤمنه بالسينما المصريه القديمه الكلاسيك الابيض والاسود، سعاد حسني وناديه لطفي وشاديه لا طبعا لان طب دول فنانات كانوا بيطلعوا بالمايوه وكان في احضان وكان في قبلات وكان في بس هم وقتهم كان غيرنا، كان كلاسيك ولذيذ ومختلف. احنا دلوقتي الحاجات دي اللي بتتعمل ما بتبقاش بنفس الجمال بتاع زمان بصراحه. مش بنفس الشياكه والحلاوه بتاع زمان، بتحس ان في حاجه قاد يعني. ممكن الاجانب يعملوه، بس احنا لما يجي نعمله يطلع شكله مش حاجه. فهو ده يمكن اللي بيفكر فيه الشكل اكتر من فكره حلال وحرام والكلام ده. فنانه تزوجت، هو داعيه ولكنه منتج سينمائي بيمشي على الريد كاربت بيهايند ذا سينز، ان الناس بتشوف دايما حالة الفنانة بس. هي بالنسبة لهم حالة الفنان دي ما ينفعش تغلط. ايه الصراع مع النفس اللي حالة بتعدي بيه؟ ازاي تعملي البالانس بين حياتك ورغباتك؟ القرب من ربنا مش لازم يبقى بالزي. احيانا الانسان بيبقى تو هارش على نفسه.
صراعك مع القدر إيه اللي الأقدار فرضته على حياة حلا كانت بتصارعه معظم الوقت؟ في حاجات كتير بس أنا راضيه.